جمعوا أهل الغدر بالسقيفة جمعوا أهل الغدر بالخديعة قرروا هتك الستر شلون ضلع عيش يلبتولا ينكسر شلون طاغوت الظلم سوى الحصار النبي مات وبدأ عصر المحن والمعازي تكثرت أم الحسن وش كثر قاسي عليها يا زمان تجرعت آهات من ضيم اللي صار النبي مات وبدأ عصر المحن والمعازي تكثرت أم الحسن وش كثر قاسي عليها يا زمان جرعت آهات من ضيم اللي صار شافت الأوغاد دخلوا بلا إذن شدة العصر بقت فاطمتون يا معاشات بعد أبوها في حزن يا معاشات بعد أبوها في حزن أبد ما تقبل من الجان اعتذار أبد ما تقبل من الجان اعتذار علي وينك ما تهب ليها وتقوم وين غابتها بدك حين الهجوم علي وينك ما تهب ليها وتقوم وين غابتها بدك حين الهجوم شلون يلطمها على خدها الغشوم وانت حامل جار الدين انتصار وانت حامل جار الدين انتصار هاي ام الحسن تتجرع شجوع بعد ابوها القوم جوها يهجموا دارها والنار بيها يحرقوا يا علي صاح حتى راهد كل خمار قلها يا زهر اعذريني من الجواب بالوصية مقيد وبالله احتساب في سبيل الله بصبر للمصاب في سبيل الله بصبر للمصاب كان أخلي النعية في كل دار كان أخلي النعية في كل دار بالسقيفة جمعوا أهل الغدر بالخديعة قرروا هتك الستر شلون ضلع عيش يلبتولا ينكسر شلون طاغوت الظلم سوى الحصار النبي مات وبدأ عصر المحن والمعازي تكثرت أم الحسن وش كثر قاسي عليها يا زمان جرعت آهات من ضيم اللي صار جرعت آهات من ضيم اللي صار صعدت روح النبي وهو في حجره